المشاهدين عبر قناة نورسات الفضائية وتلفزيون تيليلومير. يسر فريق العمل بمكتب فضائية نورسات الأردن أن يتقدم بالتهنئة من جلالة الملك عبد الله الثاني وعموم المسلمين في الأردن والعالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، راجين أن يعاد على الجميع بالخير والبركة وأن يسود العالم أجمع الأمن والسلام. والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس يتحدث في لقائه الأسبوعي عن زيارته التاريخية لبلغاريا ومقدونيا. البطرك ثيوفيلوس الثالث يثمن تبرع جلالة الملك عبد الله الثاني بترميم كنيسة القيامة. قداس احتفالي لتدشين مزار سيدة الجبل في عنجرة. الكنيسة الأرثوذكسية في الأردن تحتفل بعيد دير دبيل. وفي نشرتنا أيضاً، كلية الفرير بعمان تحتفي بتخريج كوكبة من طلبتها. أهلاً بكم. أشار قداسة البابا فرانسيس في لقائه الأسبوعي إلى زيارته الأخيرة لكل من بلغاريا ومقدونيا الشمالية، كما ذكرنا في تعليمه أن الرب لا يتعب أبداً من دعوتنا، وهو يدعونا يومياً لأن نعيش مجدداً قصة حبنا معه. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصاً الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوماً بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معاً صلاة الأبان باللغة اللاتينية، بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم وخصوصاً للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضاً المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصاً عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لقد عدت مساء أمس من زيارة رسولية دامت 3 أيام وقادتني إلى بلغاريا ومقدونيا الشمالية. في بلغاريا قادتني الذكرى الحية للقديس يوحنا 23، وإذ حركني مثاله في اللطف والمحبة الرعوية التقيت بذلك الشعب المدعو ليكون جسراً بين أوروبا الوسطى والشرقية والجنوبية، وتحت شعار السلام في الأرض دعوت الجميع للسير على درب الأخوة. وعلى هذه الدرب بشكل خاص فرحت بالقيام بخطوة إلى الأمام في اللقاء مع بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية البلغارية نيوفيت وأعضاء السينودس المقدس. إن بلغاريا الحالية هي إحدى الأراضي التي بشرها القديسان كيريلوس وميثوديوس اللذين وضعهما القديس يوحنا بولس الثاني إلى جانب القديس بنديكتوس شفعاء لأوروبا. هناك اليوم أيضاً حاجة لمبشرين شغوفين ومبدعين لكي يصل الإنجيل إلى الذين لم يعرفوه بعد، ويتمكن من أن يروي مجدداً الأراضي حيث جفت الجذور المسيحية القديمة. أما في مقدونيا الشمالية فقد رافقني الحضور الروحي القوي للأم تيريزا دي كالكوتا التي ولدت في سكوبيه، وهناك في رعيتها نالت أسرار التنشئة المسيحية وتعلمت أن تحب يسوع. في تلك المرأة الصغيرة وإنما المليئة بالقوة بفضل عمل الروح القدس فيها، نرى صورة الكنيسة في ذلك البلد وفي ضواحي أخرى من العالم. بزيارتي أردت أن أشجع بشكل خاص قدرة هذا البلد التقليدية على استقبال انتماءات إثنية ودينية مختلفة، كذلك أيضاً التزامه في استقبال وإنقاذ عدد كبير من المهاجرين واللاجئين. وفي مقدونيا الشمالية التقيت بالشباب وحثيتهم على أن يحلموا بأمور كبيرة ويخاطروا من خلال الإصغاء إلى صوت الله الذي يتكلم في الصلاة وفي جسد الإخوة المعوزين. أما القداس الإلهي الذي احتفلنا به في ساحة سكوبيه فقد جدد مرة أخرى في إحدى ضواحي أوروبا اليوم معجزة الله الذي بواسطة القليل من السمك ومن أرغفتنا المكسورة والمتقاسمة يشبع جوع الجموع. إلى عناية الله التي لا تنضب نوكل حاضر ومستقبل الشعبين اللذين زرتهما في هذه الزيارة. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, il Signore non si stanca di chiamare. È la forza dell'amore che ha ribaltato ogni pronostico e sa ricominciare da capo. In Gesù, Dio cerca di dare sempre una possibilità. Ci chiama ogni giorno a rivivere la nostra storia d'amore con Lui.
Signore benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن الرب لا يتعب أبداً من دعوتنا، إنه قوة الحب التي قلبت كل انتظار وتعرف كيف تبدأ من جديد. بيسوع يسعى الله لأن يعطينا إمكانية على الدوام، وهو يدعونا يومياً لنعيش مجدداً قصة حبنا معه. ليبارككم الرب. أعرب غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن عن تقديره وامتنانه لجلالة الملك عبد الله الثاني على تكفله بترميم كنيسة القيامة في القدس على نفقته الخاصة، وذلك بعد عامين من الانتهاء من ترميم القبر المقدس في الكنيسة ذاتها والتي كان جلالته تبرع لها على نفقته الخاصة، وقبلها مساهمات جلالته الشخصية في دعم ترميم موقع المقطس. ويأتي هذا التبرع تنفيذاً لوعد جلالته خلال خطاب تسلمه جائزة تمبلتون في شهر تشرين الثاني الماضي، حيث قال خلال حفل التكريم: يتوجب علينا جميعاً المحافظة على القدس الشريف بتاريخها العريق المبني على تعدد الأديان كمدينة مقدسة تجمعنا وكرمز للسلام. ولفت غبطة البطريرك الذي هنأ جلالة الملك والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إلى الجهود الهاشمية المستمرة والثابتة برسالتها والفاعلة في تعزيز القيم المشتركة خاصة بين الإسلام والمسيحية. مندوبا عن سمو الأمير فيصل بن الحسين، رعى محافظ عجلون علي المجالي حفل تدشين مزار سيدة الجبل في بلدة عنجرة التابعة للمحافظة شمال المملكة، كما ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن القداس الاحتفالي بمناسبة تدشين المزار نفسه. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. مندوبا عن سمو الأمير فيصل بن الحسين، رعى عطوفة محافظ عجلون السيد علي المجالي حفل تدشين مزار سيدة الجبل في محافظة عجلون. حضر الاحتفال سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن وغبطة البطريرك فؤاد طوال والسفير البابوي لدى الأردن المونسنيور ألبرتو أورتيغا مارتن ورئيس رهبنة الكلمة المتجسد غوستافو نيتو وكاهنا الرعية الأب يوسف فرانسيس والأب مرقس بشاي وعدد من الأباء الكهنة وممثلو الكنائس الرسولية. وحضر من الجانب الرسمي أمين عام وزارة السياحة والأثار السيد عيسى قمو وعدد من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية والنيابية، حيث جرى خلال الاحتفال الذي أحيته جوقة ينبوع المحبة بالتراتيل المميزة للسيدة العذراء إلقاء العديد من الكلمات، منها من تحدث عن هذا المكان المقدس وتاريخه النير، ومنها من أشاد بدور الأردن قيادة وحكومة باهتمامه المميز بالأماكن المقدسة في وطننا الحبيب الأردن. وخلال الاحتفال قدم المطران الشوملي وسامة وشهادة القبر المقدس للمهندس فراس غالب مقطش على تبرعه السخي لما قام به من أعمال بناء وتحديث تليق بهذا المكان المقدس. ومن ثم عرض المهندس المصمم للمشروع إيهاب بطارسة فيديو تفصيلي شرح خلاله عن بداية أعمال الصيانة والترميم للمزار. وفي نهاية الاحتفال قام مندوب راعي الاحتفال بقص شريط الافتتاح الرسمي معلنا عن بداية فتح الأبواب لكل الحجاج من جميع أنحاء العالم لمزار سيدة الجبل في عنجرة لينالوا البركة من قدسية هذا المكان. وبعد احتفال التدشين ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن القداس الاحتفالي الأول بمناسبة تدشين مزار سيدة الجبل.
عاون سيادته في الصلاة السفير البابوي لدى الأردن ألبرتو أورتيغا مارتن ورئيس رهبنة الكلمة المتجسد غوستافو نيتو وعدد من الكهنة بحضور راهبات الكلمة المتجسد وجموع من المؤمنين. وفي بداية القداس دشن سيادة المطران الشومل المذبحة بزيت الميرون المقدس بخمس رشمات رمزاً لجروحات المسيح الخمس لتهيئته للذبيحة الإلهية. وبعد قراءة الرسائل والإنجيل المقدس قدم سيادته عظة تحدث خلالها عن القيامة المجيدة التي نعيشها في أيامنا المباركة. الرحمة الإلهية. لنبدأ بالإنجيل المقدس. إنجيل المقدس هو إنجيل الرحمة، لأن يسوع القائم قد ظهر لتلاميذه في اليوم الثامن خصيصاً من أجل توما الرسول الذي كان غائباً في الأحد السابق ولم يرى يسوع القائم ولذلك لم يؤمن، ظهر له يسوع خصيصاً. ولكن قبل أن يكلم توما تكلم مع تلاميذه وأعطاهم سلطة عجيبة عجيبة، نفخ فيهم، ونفخة ربنا في العهد القديم بتذكركم بالحياة الجديدة، عندما نفخ الله في آدم أعطاه حياة، ولذلك نفخ في التلاميذ لأنه أراد أن يعطيهم قوة جديدة، قوة من الروح القدس. نفخ فيهم وقال خذوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم تغفر لهم، ومن أمسكتم عليهم الغفران يمسك عليهم. المغفرة لله، لأن المهان هو الله، الله وحده يستطيع أن يغفر الخطايا، لكنه برحمته تعالى أراد أن يشرك الكنيسة أيضاً في منح هذا الغفران. لذلك أعطي الكهنة هذا السلطان العجيب الذي لا نستحقه لأننا نحن خطأ، لكنه أعطانا هذا السلطان كي نمنح المغفرة باسمه. ومن ثم رفع التقادم أمام مذبح الرب على نية السلام في العالم أجمع وبالأخص شرقنا الجريح. وبعد تقديس القرابين منح سيادته سري التثبيت والمناولة الأولى لعدد من أطفال الرعية. وفي الختام خرج موكب الأساقفة والكهنة على أصوات الجوقة مسبحة وممجدة وشاكرة لله العلي على كل نعمه وعطاياه. صلينا لما العطرة تبكي دم تبكي معنا والينا ننسى وفينا تهتم يوم إلها صلينا. يشار بأن كنيسة ومزار سيدة الجبل هي كنيسة كاثوليكية تقع في بلدة عنجرة في محافظة عجلون شمال غرب الأردن، ويعود تأسيسها الحديث إلى عام 1932 حيث أقيمت على أنقاض كنيسة أثرية قديمة تعود إلى القرن الرابع للميلاد. تعد الكنيسة من المواقع الخمسة المعتمدة من الفاتيكان للحج المسيحي الذي يشرف عليها منذ عام 2000 لتكون وجهة للحجاج المسيحيين في الأردن.
احتفالاً بعيد العذراء، أقامت الكنيسة الأرثوذكسية في الأردن قداساً احتفالياً في دير السيدة العذراء ينبوع الحياة في منطقة دبين التابعة لمحافظة جرش. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية في الأردن بعيد العذراء، وهذا العيد تسميه الكنيسة بفصح الصيف. وبهذه المناسبة أقيم قداس احتفالي مهيب في دير السيدة العذراء ينبوع الحياة في منطقة دبين شمال المملكة. ترأس الاحتفال سيادة المطران خريستوفوروس عطلة، مطران الروم الأرثوذكس في عمان، عاونه لفيف من الأباء الكهنة الأجلاء وراهبات الدير. حضر الاحتفال عدد كبير من أبناء الكنيسة الأرثوذكسية وفعاليات الرعاية القادمين من مختلف محافظات المملكة للمشاركة في الصلاة ونيل بركة دير السيدة مريم العذراء ينبوع الحياة. وفي كلمة روحية للسيادة المطران هنأ كل زوار دير السيدة العذراء المقدس بمناسبة عيدها البهي الذي يجمعنا كل عام بين ثنايا جدرانه المباركة، وتأمل سيادته بعيد قيامة الرب الإله المخلص الذي فدانا على عود صليبه وحمل كل خطايانا، ودعا سيادته إلى ضرورة التفاعل مع هذا الحدث العظيم الذي يدفعنا على الدوام للعمل بالمحبة والسلام أولاً لأنفسنا ومن ثم مع الآخرين حتى لو كان الآخرون أعداء لنا. وأوصى سيادته المؤمنين بالابتعاد عن ملاهي الدنيا وأمورها الفانية، حاثاً الجميع للاحتضان بالكنيسة والمواظبة على أسرارها الإلهية. أبنائي، نحن مدعوين بهاي البهجة والفرح للقيامة إن نتفاعل مع محبة ربنا، مع محبة إلهنا القائم من بين الأموات. قديش مهم نحن المسيحيين نشعر ونحس ونعيش تحت ظل هاي المحبة الإلهية. قديش ربنا أحبنا حتى يموت على الصليب من أجلنا، حتى يكابد الموت طوعي من أجلنا، وحتى إنه يندفن من أجلنا ولكن يقوم من بين الأموات من أجلنا. وهي أبنائي هي محبة لكل واحد فينا، هي محبة شخصية. لازم نحن كل واحد فينا هو مسؤول إنه يتفاعل مع هيك محبة عظيمة، لأنه نقدر نشوف محبة أعظم من هاي إنه يبذل شخص ذاته من أجلك، من أجلك. المسيح بذل نفسه من أجلك ومن أجلك ومن أجلي، ومات من أجلك ومن أجلك، مات. هل قد كان حبه لإلنا؟ عشان هيك كتير مهم نحن وببهجة فرح القيامة نتفاعل مع هيك حب عظيم، وبالتالي نعرف محبة إلهنا لإلنا وكيف نحن لازم نتجاوب بهاي المحبة تجاهه وتجاه قريبنا أخونا الإنسان. ورفع سيادته الأدعية لأجل القدس العربية التي تمر بأيام عصيبة، داعيا الجميع للصلاة للمدينة المقدسة. وختم سيادته عظته الروحية بالحديث عن المركز الأرثوذكسي الذي تم فيه الانتهاء من مرحلة العطاءات
وستبدأ في الأيام القادمة أعمال البناء على مساحة 5000 متر مربع، داعيا سيادته الجميع للتبرع لهذا الصرح الأرثوذكسي لما له من أهمية للكنيسة الأرثوذكسية في الأردن وجميع بقاع العالم، حيث سيتضمن مركزا للشباب وقاعة للمؤتمرات وكنيسة صغيرة، وأن هذا العمل المعماري الجديد يهدف إلى تفعيل دور الشباب في الكنيسة ورعاياها. كنا بحاجة لكثير من الأمور، وكيف العذراء بوقتها كانت تبعت لنا كل إشي نحن محتاجينه. هاد عشنا، هاد نؤمن فيه، وعشان هيك نحن كثير فرحين. نعم كثيرين بيحكولي حكولي سيدنا كيف رح تقدر تجمع هلأ علينا أقساط لهاي الشركة كل شهر تقريبا 120,000 دينار، من وين كيف رح تأمن 120,000 دينار؟ في داخلي بحكي لكم في سلام، لأني واثق إنه ربنا إذا بده ينجح هذا المشروع هو رح يبعث كل شيء. وأنا بعرف كمان الظروف قديش صعبة على أبنائنا الاقتصادية، ولكن بركة ربنا وأمنا العذراء والقديسين الأقمار الثلاثة رح يساعدوا، فربنا يبارك هذا المشروع لأنه رح يكون للفائدة الروحية لكل أبنائنا، للشبيبة، للمخيمات، للجان، للسيدات، للكنيسة، لأشياء عديدة رح تقرأوا عن النشاطات لأنه طورنا فيه حتى يقدر يخدم كل فئات المجتمع، ورح يكون مكان تلاقي، تلاقي حضارات مع الخارج، معنا مع الأردن، لأنه في دور للمسيحيين عنا إنهم يبرزوا المسيحية الحقيقية للخارج ويبرزوا العيش المشترك كمان من بلادنا. ففي مسؤولية علينا كبيرة، ولازم يكون في عنا مركز عصري مجهز. وفي نهاية القداس أقيمت الدورة الاحتفالية حول كنيسة الدير الرئيسية بمشاركة بهية لموسيقى المجموعات الكشفية وجموع المؤمنين. رؤساء وممثلي الكنائس الرسولية في المملكة وتحت رعاية رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للنادي الأرثوذكسي بعمان، أقامت لجنة العلاقات العامة في النادي بعبدون عشاء لقاء المحبة الأخوي. إلى المزيد. بمبادرة من إدارته ولجنته الثقافية والاجتماعية، أقام النادي الأرثوذكسي في عمان عشاء أخويا جمع أساقفة وكهنة كنائس المملكة. وبعد كلمة ترحيبية بالحضور باسم رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية، دعا رئيس لجنة العلاقات العامة الدكتور منير عماري لإيجاد إطار لرؤية مشتركة والتنسيق عمليا في تحفيز فئة الشباب على الالتصاق بأوطانهم ومقدساتهم، لافتا إلى أننا نعيش الآن مرحلة حرجة من تاريخ أمتنا العربية تتمثل بأزمة فكر وهوية. كما لفت إلى أن هذه المبادرة السنوية للنادي تعد عملا متقدما في مجال النشاطات الثقافية والاجتماعية، وخطوة إضافية في مجال تحقيق الأهداف والغايات. وأضاف الدكتور منير عماري قائلا: تستطيعون التنسيق بخطوات عملية لحماية عقول شبابنا وشاباتنا من الكره والتعصب الديني الذي هو سبب أساسي في تأخرنا وعمل ما من شأنه لغرس قيم التسامح والوئام والعيش المشترك بين الأجيال لاستمرار الحياة والحفاظ على الوجود المسيحي. وخلص رئيس لجنة العلاقات العامة في كلمته خلال العشاء بالتأكيد على أن النادي الأرثوذكسي سيبقى الوفي الأمين شامخاً بتنظيمه وأهدافه وغاياته والداعم للجميع بكل ما أعطاه الله من محبة وخير. وكما نشعر بالفخر والاعتزاز ونحن نلتقي جمعكم الطيب هذا لنضيء شمعة جديدة تضاف إلى شموع عمر نادينا الحبيب في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ أمتنا العربية الماجدة التي نعيش فيها الآن في أزمة فكر وهوية، والتي تحتاج لجهود الجميع
في الوضوح في الرؤية وجرأة في المواجهة حتى نتمكن من أن نستوعب ونتجاوز ونتفهم ونواجه كل المتغيرات والمستجدات في أداء مؤسسي وتحت مظلة انتمائنا العربي المسيحي في سبيل أهداف وغايات نبيلة إيجابية لها مبرراتها ودوافعها، والتي هي من ضمن غايات وأهداف وتطلعات النادي الأرثوذكسي. ووجه المطران كريستوفورس عطلة مطران الروم الأرثوذكس في عمان تهنئة باسم جميع الحضور بمناسبة عيد الفصح المجيد، منبها إلى وجود تحديات كبيرة نواجهها في وطننا وبالأخص الهجرة المتزايدة. وهون بتكون رسالتنا ووجودنا كلنا المسيحي تحت كنف هذا النادي الأرثوذكسي ببركة الكنيسة وبوجود كل الكنائس اللي اليوم نحن مجتمعين مع بعضنا البعض. بفكر في أمامنا تحديات كبيرة اللي نحن علينا من جهة زي ما حكينا بالصلاة، ومن جهة تانية بالمواطنة الصالحة، ونقدر مع بعضنا البعض إنه نتوحد، لأنه في الاتحاد رح يكون في عنا قوة، وهاي وحدتنا بتتطلب منا كتير مرات إنه نحط أهداف واضحة أمامنا. وهاي الأهداف الواضحة في المرحلة اللي نحن منمر فيها بفكر لازم تكون إنه نحن ما ننجرف، لأنه عمالي بسمع كتير أشياء تكتب من هون ومن غاد، وفي عماله بيصير كمان اغتيال لشخصيات سياسية وطنية دينية، وبتبث أفكار فيها سموم وفيها تشرذم للوحدة. فعشان هيك بفكر نحن من خلالنا إما كأباء أو كمؤسسات في الوطن لازم نكثف جهودنا على وصول الحق والحقيقة لشعبنا. كما ألقى الإيكونومس الدكتور إبراهيم دبور أمين عام مجلس رؤساء الكنائس في الأردن كلمة أشاد فيها بنادي الأرثوذكس في عمان لدوره الكبير في وحدة المسيحيين في الأردن وأهدافه النبيلة في هذا الوطن الهاشمي الحبيب، داعيا الجميع إلى الالتفاف حول الكنيسة والالتزام بالصلوات فيها لما في الصلاة من راحة نفسية وجسدية وروحية للمؤمنين. فما أجمل أن يجتمع الإخوة معا والنادي الأرثوذكسي العظيم العريق الذي يحمل هذا المعنى العظيم، أرثوذكسي الإيمان وأرثوذكسي المنشأ وأرثوذكسي الأمل والرجاء. فنحن أرثوذكسيا جميعنا نؤمن بأن المسيح هو الله الإبن المتجسد الذي صلب وقام من أجل الجميع، الذي أخذ طبيعتنا البشرية وسمرها على الصليب قائما بين الأموات لكي يجمعنا جميعا. وفي ختام اللقاء وزعت اللجنة الاجتماعية للنادي الأرثوذكسي الدروع على رؤساء وممثلي الكنائس المتعددة في المملكة تقديرا لجهودهم وعطائهم في خدمة كنائسهم. احتفلت كنيسة شهداء الأردن للاتين في منطقة مرج الحمام بالعاصمة عمان بقداس احتفالي منح خلاله سرال المناولة والتثبيت 19 طفلا وطفلة بحضور جموع من أبناء الرعية وذوي الأطفال. إلى التفاصيل. احتفلت كنيسة شهداء الأردن للاتين في منطقة مرج الحمام بالعاصمة عمان بقداس احتفالي منح خلاله سرال المناولة والتثبيت 19 طفلا وطفلة. ترأس الصلاة غبطة البطريرك فؤاد الإطوال بمعاونة الأب أشرف النمري كاهن الرعية والأب رشيد مستريح وعدد من الشمامسة بحضور جموع من أبناء الرعية وذوي الأطفال. Thank you.
وفي عظة القداس شكر غبطته الأب النمري على دعوته لترأسه القداس ومنح الأطفال السر المقدس، وتحدث عن فرحة الأسقف أو البطريرك حينما يترأس هذه الصلاة مع جماعة المؤمنين ويرى جمال الثوب الأبيض الذي يرتديه الأطفال ويقبلون بكل إرادتهم المسيح المخلص. طبيعي لن نستطيع وحدنا، لا الكبار ولا الصغار، أن نقف في وجه التحديات والأخطار الأخلاقية والاجتماعية والشيعة الدينية الكثيرة تأتينا بقوة، بقوة مادية، فلوس، وبكل قوة تأتينا. إذن كل جهودنا مع بعضنا البعض أيضا لن تكفي. بهذا السبب نحن بحاجة إلى سر التثبيت، بحاجة إلى الروح القدس، أن يأتينا الروح القدس بكل نعمه، بكل نعمه وعطاياه، كي يقوينا ويقوي الصغار حتى ينمو ويتحاشوا مثل هذه التجارب. الصغار اللي عندنا هدول زي النبتة، أي نبتة شجرة، أي نبتة زيتون، يمكن أن تنمو ولكن يمكن أن تنمو معوجة لكي تنمو صالحة، ويوما ما تأتي بثمار بالمستقبل النبتة يجب نعتني فيها، يجب أن نقنبها، يجب أن نبعد من حواليها كل الأعشاب السامة الضارة، يجب أن نعطيها فيتامين، يجب أن نقويها. والطفل هو نبتة صغيرة، كي نبتة كي تنبت صالحة مستقيمة نبعد عنها كل الأخطار بقدر المستطاع، علما أن الطفل والطفلة والطالب والطالبة عم يعيش برا بالمدرسة ومع الرفاق أكثر مما يعيش مع الأهل في الدار. فنحن الأهل لا يجب أن نوكل تربية الطفل أو الطفلة تلميذ، أن نوكلها فقط لوسائل الإعلام، للتلفزيون والإنترنت والتلفون وكل هالتكنولوجيا. يجب أن نتدخل الأهل مع الكاهن مع الكنيسة، يجب أن نتدخل كي نؤمن هذه التربية السليمة. وتأمل غبطته بأفراح القيامة المجيدة التي تعيشها الكنيسة طوال الخمسين المقدسة، حاثاً المؤمنين لعيش حياة مملوءة بالمحبة والخير، لنكون مستعدين لحلول الروح القدس كما حل على تلاميذ السيد. نحافظ على وديعة الإيمان، نصلي اليوم إلى الروح القدس أن يحل بعطاياه، ومبدئياً نطلب أن يحل على الصغار، أما أنا بقول يبدأ أن يحل على الكبار قبل الصغار، أن يحل على الأهل ويحل على الأشابين. لا بس بأمس الحاجة إلى نعم الروح القدس كي نثمر ثمرا يليق بنا وبأعيادنا الفصحية. وإذا بالفعل صمنا الصيام الأربعين تممناه بقدر الإمكان، إذا أمضينا أيام الفصحية الأسبوع المقدس، ضرب الصليب، صلواتنا، الجمعة الحزينة، حتما يجب أن يكون عندنا تغيير كيف كنا قبل الصيام وقبل العيد، وكيف أصبحنا بعد الصيام وبعد العيد وبعد كل الاحتفالات. يجب أن يكون هناك شيء تغيير ما بالرجوع لله. هل حدث عندنا بالفعل قيامة مع عيد القيامة، قيامة سيد المسيح تاريخي؟ أما هل حدث بالفعل عندنا قيامة وتغيير وجدول أولويات بحياتنا بعد كل هذه الأعياد؟ يجب أن تثمر فينا ثمر الروح. وختم غبطته بتهنئة الأطفال الذين قبلوا سر المناولة وقال لهم: يسوع كان طفلا مثلكم فهو يحبكم محبة كبيرة، فواظبوا على الكنيسة وأسرارها. وبعد العظة المقدسة جدد المؤمنون مواعيد عمادهم، ورفع التقادم أمام مذبح الرب على نية الأطفال المحتفلين. ومن ثم تناول الأطفال الأسرار المقدسة على أنغام جوقة الرعية الذين رتلوا
طوبى للمدعوين إلى وليمة الحمل، هلموا تعالوا إلى عشائه الأخير. وختم الاحتفال بصورة تذكارية جمعت الأطفال مع غبطة البطريرك والآباء الكهنة. ألف مبروك لطلابنا وأبنائنا الأعزاء، أول تثبيت وأول مناولة. شكر لغبطة البطريرك فؤاد الطوال اللي شاركنا واللي ترأس الذبيحة الإلهية ومنح سري المناولة والتثبيت ل أبنائنا. برضو نشكر أبونا رشيد مدير كلية ترسانتا، ونشكر أبونا فراس والشمامسي وكل من تعب وساهم في هذا الحفل. أقامت رعية السريان الكاثوليك في الأردن أمسية فصحية في كنيسة سيدة الكرم اللاتين في الهاشم الشمالي بعمان. حضر الأمسية السفير البابوي في الأردن المطران ألبرتو أورتيغا مارتن والأب فرح بدر راعي كنيسة سيدة الكرم اللاتين في الهاشم الشمالي والأب فراس دردر راعي الكنيسة الكاثوليكية السريانية في الأردن وعدد من الأخوات الراهبات وجمع كبير من المدعوين والمهجرين العراقيين. واشتملت الأمسية التي أطلق عليها الفجر الجديد على تقديم تراتيل روحية تجسد كل معاني الإيمان والسلام والمحبة التي ينشدها العالم أجمع. اليوم احتفلنا مع شبيبة كنيستنا كورال كنيستنا بريسيتال الأول بالأردن اسمه الفجر الجديد، وكان ريسيتال معبر عن إيمان وتراث كنيستنا السريانية العريقة، وخاصة إحنا كنيسة موسيقية لأنه أبو كنيستنا مار أفرام هو اللي كتب الأبيات الشعر المعبرة عن يسوع وعن مريم العذراء. فإذا اليوم رتلنا معا ونشدنا معا حتى نبقى نقول أنه كنيستنا تبقى شاهدة وشهيدة حتى في المهجر، حتى في الضيق، حتى في الألم، نبقى ننشد على أوتار هذه الحياة القاسية المؤلمة حتى نزرع الفرح والسلام والإيمان في ربوع كل الأشخاص وكل المجتمعات اللي نبقى نعيش معاهم. رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين احتفال كلية دولا سال الفرير بجبل الحسين في عمان بتخريج الفوج 62 من طلبتها المتميزين وسط حضور غفير من أهالي الطلبة الخريجين وهيئة الكلية. عدسة نور سات شهدت الاحتفال وأعدت التقرير التالي. مجدا وحمدا نقدم لك أيها المسيح القائم من الموت. احتفلت إدارة كلية القديس يوحنا دولاسال الفرير في عمان بقداس احتفالي احتفاء بطلبتها الذين أنهوا دراستهم الثانوية. ترأس القداس سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن، وعاونه كاهن الرعية الأب عصام الزعمت بحضور الأخوة الرهبان ومدير الكلية جابي غزاوي وكافة طاقم الإدارة والهيئة التدريسية وجمع من الأهل والأصدقاء. المجد لله في الأعلي وعلى الأرض سلام. المجد لله في الأعلي وعلى الأرض سلام. أنت وحدك القدوس، هللويا هللويا. أنت وحدك العلي، هللويا هللويا. المجد لله في الأعلي وعلى الأرض السلام. المجد لله في الأعلي وعلى الأرض السلام. يكون
وفي عظة القداس هنأ سيادته الطلبة الخريجين متمنيا لهم مزيدا من التقدم والازدهار في خدمة كنيستهم ومجتمعهم المحلي. لا تتركوا الصلاة البيتية، لا تتركوا الاتكال على الله، ولا تكتفوا بصلاة الطلب، صلاة الشكر مطلوبة، صلاة الاتكال على الله مطلوبة. في مزمور اليوم صلينا ها إن عين الرب تكلأ المتقين أولئك الذين على رحمته يتوكلون. صلاة الثقة، صلاة التوكل هي من الصلوات الكبرى والعظمى في المزامير. النصيحة الثانية: أطيعوا وصايا الله. الإيمان يمشي مع الأخلاق، لا يوجد إيمان بدون أخلاق، ولا يوجد أخلاق بدون إيمان. الإيمان والأخلاق يسيران معا. وصايا الله هي لخيرنا وليس لتقييدنا. طاعة الله لا تناقض رغبتنا في الحرية، إنما يأمرنا الله بما هو لمصلحتنا وينهانا عما هو يضر بنا. ولا تنسوا أن المسيح رب المجد كان طائعاً للآب السماوي وكان طائعاً لوالديه. وفي ختام القداس سلم سيادته الشهادات المدرسية على الطلبة الخريجين. الغم والضلال وحل نور الحق الذي لن يزول. حقاً قام، حقاً قام، داس سلطان الموت وانتصر ودحر قوات الجحيم. واستكمالا لاحتفالات الطلبة أقيم حفل تخريج مميز في فندق اللاند مارك في العاصمة عمان. رعى الاحتفال سمو الأمير فيصل بن الحسين المعظم بحضور مدير المدرسة السيد جابي غزاوي وعدد من الرهبان وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية للكلية وذوي الطلبة. وخلال الاحتفال ألقيت العديد من الكلمات الترحيبية بسموه، وعرضت العديد من الفقرات الفنية والغنائية من أداء الطلبة. يا نشمي ويا نشمية عيش جبينك فوق بالعالي، ما يحنى راس الدنيا ليلة يا ردومية. يا نشمي ويا نشمية عالية جبينها دانية. We are with you always and forever. وفي ختام الحفل البهي سلم سموه الشهادات التكريمية للطلبة متمنيا لهم التفوق الدائم والازدهار. مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. البابا فرانسيس يتحدث في لقائه الأسبوعي عن زيارته التاريخية لبلغاريا ومقدونيا. البطريرك ثيوفيلوس الثالث يثمن تبرع جلالة الملك عبد الله الثاني بترميم كنيسة القيامة. رعاية اللاتين في مرج الحمام تحتفل بمنح سري المناولة والتثبيت لعدد من أبنائها. أمسية فصحية تحييها رعية السريان الكاثوليك في الأردن. النادي الأرثوذكسي بعمان يقيم عشاء محبة أخوي. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابع موقعنا الإلكتروني www.nursajordan.com. طابت أوقاتكم وكل عام وأنتم بخير. المسيح قام، حقا قام.